لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. تجعفرت بسم الله والله أكبر وأيقنت أن الله يعفو ويغفر. من المعيب أن أنتسب إلى مدرسة فكرية كأهل البيت وأدفع الضرائب الباهظة في سبيل الثبات على مبادئها والبقاء متحديا كل تلك الأخطار التي تواجهني، ثم بعد ذلك أجهل أبسط الأشياء في هذه المدرسة. لا أعني جهلنا بالبطاقة الشخصية للإمام المعصوم، ولد في سنة كذا في يوم كذا في مكان كذا، هذه يمكن الإحاطة بها حتى من قبل من لا ينتمي لهذا البيت الطاهر، ولكن أقصد أن يكون هناك فراغ أو حلقة مفقودة بيني وبين الأئمة المعصومين، وأقصد بهذه الحلقة المفرغة أو هذه الحلقة المفقودة أنه لماذا في كل بين كل فترة تظهر لنا إثارات وإشكالات ليس على مستوى العامة من الناس وإنما على مستوى الخاصة أيضا. الكل سمع ورأى مقطع الفيديو اللي فيه محاولة للتشكيك بدعاء ندبة أو دعاء سمات أو غيرها من الأدعية والزيارات. ما السبب في ظهور هذه الحالات متأخرة؟ وهل يجوز أن نثير هذا النوع من المسائل في الوسط العلمي وفي أروقة الحوزات؟ لا بأس، اسأل كيفك، أي سؤال تريد أن تبحث في أي مسألة لا محظور لديك، لكن لم يكون على مستوى فضائية أو منبر أو موقع أو غيرها من الأمور. لا، المتلقي هنا يختلف عن طبيعة المتلقي هناك، فلربما تكون لهذه الإثارات نتائج عكسية. يعني تصور هذا اللي كل جمعة يطلع من أذان الصبح رايح على وين؟ قايل على دعاء ندبة، وحارم نفسه من النوم هالسنوات كلها، وبالذات ذلك اليوم يحضر على يحرص على حضور هذا الدعاء، وتجيله في النهاية تقول له هذا الدعاء سنده ضعيف أو ما وارد.
هذا شنو ردة الفعل عنده؟ سيتسبب ذا في ذلك في أن يشك في كل المسلمات. يقول ما أدري يوم من الأيام بعد هذه زيارة عاشوراء يطلع بها إشكال، زيارة الأربعين يطلع بها إشكال، فلان دعاء كميل بعد ليلة الجمعة يطلع به إشكال، وعلى هالطريقة يعني احسب. أنا أقول من المفترض هالنوعية من الإثارات تثار في الوسط العلمي فقط ويكون لها جوابها، أما أمام الناس على الملأ ستكون كارثية في نتائجها، لا لأن مذهبنا ضعيف أو أننا لا نمتلك الحجة أو أننا سنعجز عن وجود المصادر المعتبرة لوجود هذه الروايات أو هذه الزيارات أو هذه الأدعية، لا بالعكس، امتداداتنا تصل إلى الإمام المعصوم، لدينا من الموسوعات الحديثية والروائية ما نستطيع من خلاله أن نطمئن أن كل ما شيء كل شيء نتعبد به من أدعية وزيارات لها نعم طريقها إلى الإمام المعصوم بشكل أو بآخر. مذهبنا اعتمد على قوة الحجة منذ بداياته، لا خوف عليه، لا أحد يهلع ولا أحد يعيش جزع تجاه إثارة من هنا أو هناك. ولكن أريد أن أؤكد على وجود هذه الحلقة المفقودة بيننا وبين زمن المعصوم، وهي أنا في هذه السنة في شهر رمضان سلطت الضوء على مجموعة من المحاضرات، يعني أكثر محاضرات ليالي شهر رمضان توجهت إلى هذا المعنى. أكو فترات تاريخية عاشها شيعة أهل البيت وحافظوا من خلالها على كل موروثات أهل البيت إلى أن وصلت إلينا، وأقسى هذه الفترات زمن الغيبة الصغرى واللي استمرت إلى 73 سنة. تدري 73 سنة هذه ماذا حدث فيها؟ كيف تحمل الشيعة من المعاناة ما لا يتصور. يعني صور أنت الآن قارن بين وضعك وبين 73 سنة من سنوات الغيبة الصغرى، أنت الآن لا مانع من أن تذكر الإمام المهدي، أن تدعو دعاء العهد في كل يوم، أن تصنع لك يافطة بنر 10 متر في 10 متر في الشوارع العامة يا قائم آل محمد، تدعو له ليل نهار، تزوره، تقرأ له مجالس، تسوي له موسم ثقافي، إلى غيرها من الأمور. 73 سنة وهي مدة الغيبة الصغرى لم يكن في وسع الشيعة لا أن يروا الإمام ولا أن يصرحوا باسمه، حتى ذكر اسمه كان من المحظورات، بأي إشارة بأي دلالة يمنع منعا باتا. وأما الاسم فمحرم عليكم السؤال عنه. ولذلك أنا كنت أقول للجماعة يا أبا صالح، يا أبا صالح هذه من وين؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول كنيت اسمه اسمي وكنيته كنيتي. عند ولد اسمه صالح يعني؟ لا، ما موجود عند ولد اسمه صالح، فلماذا نكنيه يا أبا صالح؟ هذا كل تأثر بفترة الغيبة الصغرى، لأن اسمه ممنوع فما حد يقدر يذكر اسمه أو يسأل عن اسمه ولا عن كنيته، فالناس شو تسوي؟ هذا مألوف حتى بين العشائر والقبائل، أن إذا واحد أنا ما أعرف اسمه وهو لم يصرح لي باسم أولاده مثلا، أو لا أعلم أن له أولاد أو ما عنده أولاد، أقول له مثلا يا أبو غايب أو يا أبو صالح، تمنيا مني بأن يكون له ولدا صالحا، لأنه 73 سنة ما مصرح لأحد أن يذكر اسم الإمام ولا أن يذكر كنيته، فصاروا مرة يعبر عنا بالناحية المقدسة، جاء عن الناحية المقدسة، قيل أن الصاحب أمر كذا. صاحب منه؟ صاحب الزمان سلام الله عليه، أو أن الرجل أو إلى غير من ضمن العناوين
صار عندهم مألوف لما تقول أبو صالح يعني الإمام الحجاز. فتصور 73 سنة لا الإمام قادر على أن يظهر للعلن ولا النواب الذين كانوا يمثلونه. النواب الأربعة اللي لولا أسأل اليوم واحد من شبابنا تعرف لاعبين مال البرازيل يعرفهم واحد واحد بأعمارهم حتى شنو يأكل شنو ما يأكل متزوج لو خاطب زين هالأمور التفصيلية كلها. تعال النواب الأربعة من هذول الذين تحملوا مسؤولية مذهب أهل البيت والحفاظ عليه في السنوات كلها من هم؟ والله ما أعرف أو يعجز حتى عن ذكرهم بالترتيب. عثمان بن سعيد العمري، محمد بن عثمان بن سعيد العمري، الحسين بن روح النوبختي، علي بن محمد السمري. دول رجال واقعا نخبة. كيف تم اختيارهم؟ بتأييد من الله، بتسجيل من الإمام. كيف تحملوا هذه المسؤولية؟ واحد يسمون الزيات أو السمان، ليش؟ لأنه ما قادر يظهر نشاط الحقيقي، فكان يتظاهر ببيع الزيت والسمن حتى يتمكن أن يوصل الحقوق الشرعية للإمام في سامراء. الحسين بن روح هي السنوات هالشكل، السفير الأول 5 سنوات وهو عثمان بن سعد، السفير الثاني ابنه محمد 20 سنة، السفير الرابع 45 سنة، السفير الثالث 45 سنة، السفير الرابع سنتين فقط، سنتين لأنه زاد القتل في الشيعة وزاد استهدافهم فأمر أن يخفي أمره وانتهت فترة الغيبة الصغرى. هذه الحلقة أو هذه الفترة 73 أو 75 سنة الكل أو الكثير منهم ما يدري بهالتفاصيل، فاستعرضت هذه الشخصيات الأربع. وبعدها علي بن الحسين بن بابويه القمي، شيخ القميين، لأن ذولا حمل التراث أهل البيت، هؤلاء هم الذين أوصلوا هذا التراث إلينا. ثم بعد ذلك الشيخ الكليني، محمد ابن يعقوب ثقة الإسلام الكليني، وهذه شخصية مهمة جدا جدا جدا. ليش أؤكد على هذه الشخصية بالذات؟ لأنه ولد قبل الغيبة ب3 أو ب4 سنوات وتوفي في سنة تساقط النجوم. شنو تساقط النجوم؟ ذيك السنة الناس شافوا في الرؤى، في الرؤى والأحلام هالشكل أنه شهب تتساقط من السماء إلى الأرض، 1 2 3 10 كلهم شايفين هالرؤى، فعرضوها على العلماء قالوا هاي السنة يموت فيها أعمدة فقهاء الإمامية. ومن الذي توفي فيها؟ توفي فيها علي بن الحسين بن بابويه القمي والد الشيخ الصدوق. 2 توفي فيها السفير الرابع علي بن محمد السمري. 3 توفي فيها الشيخ محمد بن يعقوب الكليني صاحب كتاب الكافي. ليش أركز على هالشخصية بالذات؟ لأنه أكبر وأضخم دورة روائية حديثية في الإسلام وليس في خصوص مذهب أهل البيت كتبها الشيخ الكليني وخلال 20 سنة. ولذلك الكتاب الأول وأفضل الكتب، وهذا مو كلامي أنا، كلام الشيخ المفيد، كلام المحقق الحلي، كلام الشهيد الثاني، كلام الشيخ حسن الدمستاني، والعشرات من العلماء والفقهاء الذين قالوا أن كتاب الكافي لا نظير له في كتب الإمامية أو لم يعمل مثله. يجيني واحد اليوم شاب قاري لكتاب كتابين وحاط رجل على رجل، ها يا جماعة 3/4 الكافي مو صحيح. لا أنت الصحيح، أنت الصحيح، 3/4 الكافي شغل 20 سنة، شغل 20 سنة. كتاب الكافي يحوي على 16,000
999 حديث ورواية. لما أقول أضخم دورة روائية وفقهية في الإسلام، لأننا لو جمعنا ما في البخاري بحذف المكرر 4000، ضيف عليها الصحاح الأخرى بحذف المكرر 4000، هذه عندك 8000. منا ومن نزيل بعدم حذف المكرر رايح تبلغ 10000. أنت الآن عندك 17000، 16999 رواية. فلما أقول أكبر وأعظم دورة روائية في الإسلام هو كتاب الكافي. بعد الأمر الآخر، متى كتب؟ ليش علماء الإمامية عندما يتعاملون مع الكتب الأربعة، الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، يجعلون الأسبقية لكتاب الكافي ويقولون هو مقدم على غيره، بحيث لو تعارضت روايات بين هذه الكتب الأربعة يرجح ما في الكافي على ما في التهذيب والاستبصار وغيره؟ ليش؟ لأنه كتب في زمن الغيبة الصغرى. التفتوا، ما قلنا أنه توفي في سنة تساقط النجوم، يعني أدرك من السفراء الأربعة أربعتهم، ولكنه كتب كتاب الكافي في أيام الحسين بن روح النوبخت السفير الثالث والسفير الرابع علي بن محمد السمري. وهنا نأتي ونقول إذا كان من شأن شيعة أهل البيت أن يعرضوا كتب أصحاب الأئمة على الإمام المعصوم، يجون لكتاب حريز مثلا أو كتاب يونس بن عبد الرحمن يعرضوه على الإمام، صحيح ما فيه؟ فإذا أثنى عليه وعلى صاحبه صار خلاص بعد رسالة عملية، يعتمدونه في مقام العمل، يأخذون أحكامهم من كتاب يونس بن عبد الرحمن. لماذا؟ لأنهم عرضوه على الإمام المعصوم فأثنى عليه. أترى أن كتاب الكافي وهو أضخم وأكبر دورة روائية ويكتب في زمن الغيبة وفي زمن الحسين بن روح وعلي بن محمد السمري ولا يحظى بأي اهتمام لا من السفراء ولا الإمام الحجة؟ هذا بعيد جدا. ولذلك العلماء الإخبارية عندنا يقولون بقطعية صدور الكافي. ليش؟ يقولون لأن الاحتمال قوي جدا في أن هذا الكتاب عرض على الإمام الحجة، أو لا أقل عرض على السفير الثالث والرابع فارتضياه. صحيح ما عندنا دليل يؤكد هذا المعنى، ولكن بحساب الاحتمالات وارد وقوي جدا. أنا اللي أريد أوصل إليه شنو؟ إذا جيت وقلت لي 3/4 الكافي مو صحيح، فمذهبك ناخذه من وين بعد؟ نروح لابن تيمية عطنا مذهب؟ نروح لوين يعني؟ مو تركيبة مذهبنا جاية من كتاب الكافي. لاحظوا هذه العناوين، العناوين الأولى أصول الكافي، يعني كل ما فيه من النصوص والروايات يعالج أصول الدين الخمسة، ولذلك سماها أصول الكافي. اللي بعدها فروع الكافي، إشارة إلى فروع الدين، بدءا من كتاب الطهارة وانتهاءا بآخر مسألة فقهية. واضح؟ بعد الأقسام الأخيرة روضة الكافي. روضة الكافي يعني شنو؟ أدعية، روايات، زيارات، نصوص أخلاقية روحية، كلها تجدها في روضة الكافي. يعني إذا رحت عليه وهو مصفوف في المكتبة بعد ما تتعطل أنت، يوم اللي يكون عندك بحث عقائدي روح على أصول الكافي، بحث فقهي روح على فروع الكافي، تريد زيارات وأخلاق وكذا ونعم قصص وعبر وكذا روح على روضة الكافي. بهالترتيب هذا مسوي أضخم دوري دورة أصح كتب الإمامية وبشهادة العلماء. فإذا امتداد مذهبنا من هذه الأصول ومن هذه الفروع ومن هذه الأحاديث والروايات،
لا مقارنة أصلا بين البخاري وبين الكافي. تدري ليش؟ أولا من حيث أن الرواية في الكافي تعود إلى من؟ قال الصادق، قال الباقر، قال الهادي، قال السجاد، قال الحسين، قال أمير المؤمنين. سواء كان السند صحيح أو ضعيف أو في خلل، حسنة، معتبرة، موثقة، أي شيء، مردها إلى قال الصادق والباقر. بينما البخاري مو هالشكل، تبدأ بأبو هريرة وتنتهي أبو زبيرة، طبيعة السند الموجود هالشكل يعني، فلا يمكن الوثوق بها. ولذلك أفكار أهل البيت من وين مأخوذة؟ حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث أبيه، وحديث أبيه حديث علي بن أبي طالب، وحديث علي بن أبي طالب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله حديث جبرائيل، وحديث جبرائيل قول الله عز وجل. شوف إلى وين توصل ومن وين تبدأ، لاحظ. ولذلك هالمتانة في النصوص والقوة. نعم، شوف السيد الصدر إليه كلمة لطيفة جدا، يقول: على أننا نرى نظريا أن العقل والإجماع يصلحان كمصدرين للتشريع، إلا أننا بعد لم نحتج إليهما، ففي روايات أهل البيت ما يكفينا مؤنة نعم الاستعانة بالعقل والإجماع. أصلا ما لنا شغل وياهم، رواياتنا موجودة وبكثرة، كل ما تتبناه من فكرة لها أصلها في كلمات أهل البيت. ولذلك حتى لو قلنا مثلا دعاء ندبة، عندك إشكال في السند، تعال إلى المضمون، تعال إلى المتن، هل يتعارض مع أصل من أصول الدين؟ لا. هل فيه شيء من الغلو؟ لا. هل فيه شيء من نسبة ما لا يليق للإمام المعصوم؟ لا. إذا نحن مو ناظرين للسند فقط، وإلا لو ناظرين للسند هذا نهج البلاغة كل خطبه بلا أسناد. تجي تقول مو صحيح هذا نهج البلاغة، مو لعلي بن أبي طالب مسوينا الشريف الرضي، أو لا. هالمتانة في النصوص، قوة البلاغة، قوة المضمون، بحيث أنت بعدها تصل إلى درجة أن تقول: دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوقين، اللي يسمونها الأمارات الداخلية بعيدا عن النص. هذا الكلام لا يمكن أن يصدر عن معصوم. فشاهدنا إذن نحن نحتاج إلى أن نقرأ هذه الفصول، هذه الفترات، حتى نعرف من وين إجتنا هالمجموعة من الزيارات، من وين إجتنا الأدعية، من وين إجتنا الأحكام، من وين إجتنا هالمعتقدات المختلفة، نعم، حتى نجد لها صلة بالإمام المعصوم. الإمام المعصوم يقول: أنا لا أتحدث عن نفسي، أتحدث قال جدي وأبي قال روى، إلى أن أصل إلى النبي صلى الله عليه وآله. فإذا هذه أصالة مذهبنا. الأمر الآخر وهو أنه ليش إحنا بعض الأحيان نساعد على عدم فهم أهل البيت سلام الله عليهم، لما نرضى أن نقيس الإمام المعصوم بغيره. أمير المؤمنين في إحدى خطبه في نهج البلاغة يقول: لا يقاس بآل محمد من هذه الأمة أحد، مو تعصبا، لا، لشيء بسيط جدا. أولاً ما الذي يعتمده الآخر في الأحكام؟ أحكام الشرعية، إذا قال أنا فقيه على ماذا يعتمد؟ يعتمد على السنة. طيب، وين السنة هذه؟ السنة التي أمر الخليفة الثاني بإحراق كل ما كتب منها، وأرسل إلى الولاة كلهم أن يجمعوا كل ما دون من أحاديث رسول الله وأحرق. أي سنة هذه تتحدث عنها؟ بعدين إجا البخاري في مراحل متأخرة وجمع ما استطاع أن يجمعه مما بقي في ذاكرة الناس. طيب، كم صح عندكم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالوا 100 حديث.
مئة حديث شو تكفي يعني لكتاب الطهارة لو كتاب الصلاة لو كتاب الحج لو كتاب الصوم لو كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لو كتاب الجهاد لو كتاب الخمس لو لا بعدنا ما رحنا على المعاملات يعني بعدنا في العبادات مئة حديث ما تكفي ولذلك اضطر لأن يبتكر القياس كمصدر للتشريع القياس يصلح كمصدر للتشريع ليش الإمام يقول لأبي حنيفة لا تقس أن أول من قاس إبليس لأن القياس ببساطة يعني أن لدينا قضية معلومة لها حكمها الثابت ولنا قضية أخرى لا نعلم حكمها وليس لدينا دليل من القرآن ولا من السنة ولا من قاعدة فقهية فش نسوي؟ يقولون ناخذ الحكم الثابت لتلك القضية لوجود شبه بينها وبينها القضية الثانية نعطيها نفس الحكم مو كل مرة تسلم الجرة يعني مو كل المتشابهات تأخذ حكم واحد أكو حالات مختلفة في الفقه فهذا القياس لا يعتمد لا على آية ولا على رواية ولا على قاعدة فقهية وإنما على التشابه الموجود إحنا عندنا قياس منصوص العلة لكن قياس منصوص العلة شو نقصد به أن هناك علة موجودة في هذا الموضوع ثابتة له وعدنا موضوع آخر من نسيجه من نفسه من طبيعته ولا نعلم حكمها ولكن العلة موجودة في هذا كما هي موجودة في الآخر يقولون بعد هذه علة منصوصة العلة هي ذاتها موجودة في الحكم الثاني ما عدنا قياس قابل من هالنوع هذا بعد قالوا القياس ما يصلح خلونا على الاستحسان وماذا يعني الاستحسان يعني أن الفقيه ليس له دليل من القرآن ولا من السنة ولا من قاعدة فقهية وإنما مزاجه وذوقه الخاص بعد إذا هو ذوق فقهي يعني هو في إطار الأدلة ويصير عنده يتكون عنده ذوق فقهي أما إذا بعيد عن الأدلة وين الدليل الفقهي الذوق الفقهي ينشأ بعد يعني يصير الحكم الشرعي تابع لمزاج الفقيه الخاص وهواه وواو إلهي إذا تحولت الأحكام إلى أهواء وهكذا بينما أهل البيت في الأحكام لا حدثني أبي عن جدي عن أبيه ويوصل إلى النبي صلى الله عليه وآله ولا عندنا سنة أحرقت ولا دمرت كل ما قاله رسول الله محفوظ عند أمير المؤمنين أورثه لأولاده وعلمه كابرا عن كابر يتوارثون هذا العلم بعد عندك شيء آخر في مقام فهم القرآن واحد يقول أنا فهم القرآن ما نحتاج بعد هو نزل بلسان عربي وعدنا قواميس اللغة العربية وهم عندنا التفسير الكبير الرازي وعدنا فلان وعدنا فلان فليش هالعصبية هذه لا بد أن يؤخذ من لسان أهل البيت لا من غيرهم هذه متعصب نقول لا هذه مو عصبية يوم اللي الإمام يقول أنت أخذت القرآن من أفواه الرجال أفواه الرجال يعني شنو يعني ما عنده دليل يستند عليه ولكن مزاجه ورأيه الخاص بينما أهل البيت الذين يقولون أن القرآن نزل في بيوتنا ونحن أدرى بالذي فيه لما يقرأ هذه الآية منه آيات بينات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وإحنا يقول الإمام يضرب على صدره يقول نحن الراسخون في العلم ففي بيوتنا نزل القرآن بعد فهم القرآن يعتمد على فهم ظاهر الآية فقط أو له تخوم وفوق تخومه تخوم له ظهر وله باطن روح على كتاب الفيض الكاشاني هذا كتاب تفسير الصافي في المقدمات العشر التي ذكرها يذكر هذا المعنى يقول هالشكل أن أهل البيت سلام الله عليهم يفهمون القرآن كما نزل به جبرائيل
ولذلك احنا معنيين ناخذ معاني القرآن من عندهم. هذا العبقري اللي يقول انا افتهم القرآن ومستعد اسوي تفسير، من وين يعتمد؟ يعتمد على شنو؟ رواية ابو هريرة او رواية كعب الاحبار او غيره؟ وما نصيب هؤلاء من التفسير؟ ما لهم علاقة بالقرآن دول. فإذا بالنتيجة لو سلمنا بأنه يفتهم ويعي معنى الآيات البينات، فما معنى الآيات المتشابهات؟ يلا خلي يحرك عبقريته ويقول لي كاف ها يا عين صاد شنو معنى، ألف لام ميم شنو معنى، صاد ماذا معنى؟ بينما الإمام الباقر عندما يسأل عن صاد يقول عين تنبع من ساق العرش الأيمن، تحدث عن الغيب لأنه له صلة بالغيب. بل أنا أقول حتى الآيات البينات يجهلون معانيها. يوم للإمام الباقر يلتقي بقاضي البصرة يقول له أو تقضي بين الناس؟ يقول نعم. بما تقضي بينهم؟ قال بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله. قال أسألك عن آيتين؟ يلا تفضل. قال سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. من عنا؟ شنو يقصد؟ قال عن الحاج وهو في طريقه إلى مكة. قال أو ترى أن الحاج في طريقه إلى مكة يأمن على نفسه؟ وين السراق؟ وين قطاع الطرق؟ وين حوادثها؟ بل هو في الطواف ينباق وما أدلي بعد في طريقه إلى بيت الله الحرام يأمن على نفسه. هذا ما عندي. يلا الآية الثانية وجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. من عنا بذلك؟ قال عن البيت الحرام. يلا يبدو أنك ضعيف مو بس في التفسير حتى في اللغة. لو أراد البيت الحرام لقال وجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، وقال إليهم يعني في ناس معنيين، في ناس معروفين، وهي الإشارة إلهم والضمير عائد إلهم. قال هذا ما عندي يا ابن رسول الله. شلون قاضي البصرة عجل أنت؟ بقرار رسمي صرت قاضي البصرة، أما من حيث الفهم والوعي ما عندك شيء. فقال ما عندك أنت يا أبا جعفر؟ قال من حج البيت الحرام من حل ماله وقد خلي سربه وقد هوانا قلبه آمنه الله يوم الفزع الأكبر. هذا سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، وإنما أمروا أن يحجوا إلينا. خليهم يجون هالمواقع هذه حتى يجون على قبورنا، يحجون نعم على بيوتاتنا، هذه البيوتات التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. لاحظ وين فهم الإمام وين فهم قاضي القضاة المسكين. فيبقى أنه إحنا في حاجة إلى أن نقرأ كثير ونطلع على التفاصيل، واليوم في وسعك يعني أن يعني ما عاد الأمر خاص بطالب الحوزة حتى يروح أو قارئ المنبر حتى يروح يفتش. لا بإمكانك، هي ضغطة كم زر وتطلع عليك المبحث اللي تريده والبحث اللي تريد تقرأه، مو صعبة يعني. لكن تريك هذه الأمور على أنه كيف مورس التهميش في حق أهل البيت، شلون صارت أكو هناك نكرات تحولت إلى أعلام، وأهل البيت الذين هم أعلام تحولوا إلى نكرات. وهذا مو دعوة، هذا أنا أقول فعلا. يوم من الأيام كنت في المسجد النبوي بعد صلاة الفجر كنت أقرأ هذا الدعاء وأوصل اللهم ثواب ما قرأناه وأجر وبركات ما تلوناه، هذا دعاء التثويب. وكنت قرأت شوية قرآن كذا وقلت أهديها للثواب لأرواح المؤمنين. فواحد من الأخوة منقطعين لله في صلاتهم هب لي كمال الانقطاع إليك، يبدو أن رادار ما لم ركب يمي طالعني شو أسوي يعني، وأسرع في الصلاة فايف سبيد سووا ولحقني يعني وأنا أقرأ الدعاء. قال لي إيش قاعد أسوي أنت؟ قلت له أهدي ثواب ما قرأت من القرآن لأرواح المؤمنين. قال بدعة لا يجوز. طيب ليش؟ قال لأن رسول الله لم يفعل.
حتى هذه دعوة تحتاج إلى دليل. إحنا ما نأخذ الكلام على عواهنه. يوم اللي تقول لي رسول الله لم يفعل، اثبت لي أنه لم يفعل. قال حتى الصحابة لم يفعلوا ذلك. قلت وهذه دعوة ثانية وتحتاج إلى دليل ثاني، ولكني على الرغم من أني أحترم الصحابة وأكبرهم، إلا أني لا أخذ ديني منهم. أنا أخذ ديني من رجل يقول حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث أبيه وحديث أبيه حديث نعم أمير علي بن أبي طالب وحديث علي بن أبي طالب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وحديث رسول الله حديث جبرائيل وحديث جبرائيل قول الله عز وجل. قال لي من هو هذا؟ قلت هذا جعفر بن محمد الصادق. قال طيب هذا على أي مذهب؟ قلت له وش رأيك يعني نسوي حنبلي له شافعي؟ تمن تذكرهم من فقهائك كلهم عيال على جعفر بن محمد، هم قالوا لولا السنتان لهلك النعمان. الآن صار جعفر بن محمد على أي مذهب؟ تريد نسوي حنبلي له شافعي؟ عجيب والله. أهل البيت حملة القرآن أعرف الناس بالإسلام، على أي مذهب صايرين؟ لاحظوا وين؟ يعني حافظ القرآن كله والصحاح كلها، وجعفر ابن محمد ما موجود في قاموسه أصلاً، لا في حديث ولا غيره. وأنا لاحظ حتى في كتب تفسير الأحلام قال ابن سيرين كذا وقال ابن جيرين كذا، وتعرض لقائمة أسماء، وقيل أن جعفر الصادق يقول كذا، قيل بعد هذه في النهاية وبالتضعيف. هذه مأساة. كتب المسلمين الفقهية موسوعاتهم الحديثية ليس فيها حديث عن الصادق ولا عن الباقر ولا عن غيره. لاحظوا، إذن أنت تقف على أرض صلبة يوما تقول معكم لا مع عدوكم. أنت تقف على أرض صلبة فقهيا عقائديا، وإلا أرجوك اليوم الوقائع تثبت حالها. على الرغم من حجم الحرب الضروس التي شنت على مذهب أهل البيت، تعتيم وتغييب وكذا، تولونا 8 سنوات هالصواية هذه، ما أدري خسرون عليها كم، بس حتى لا نسمع جملة مفيدة من إذاعة. غلق مواقع، حظر لكتب، غلق مجالس، غلق كذا. بالنتيجة العالم يقرأ ويشاهد. لا وزعنا مليارات من الخمس على مصر ولا على أفريقيا ولا على القارات الأخرى، طلعت لنا الفضائيات بس يا حسين، التفتت الناس قاعدين يسوون دولة، وإذا محاولة تصحيح وقراءة وإعادة تموضع من جديد. هذا يقول بنور فاطمة اهتديت، وهذا يقول شيعني الحسين، وهذا يقول مع الحسين كانت البداية ومعه كان الملتقى، وهكذا. صوت الشيخ الوائلي في إذاعة طهران يشيع له عشرات الأشخاص في بريطانيا وغيرها. زين، مجرد أن سمع هذا الصوت، ما نحتاج طبعا إلى أكثر من هذا. دعونا بعيدا عن التهريج وعن المنامات الزائدة الزائفة، ودعونا عن السب والشتم والقذف وغيرها، هذه لا هي أخلاقيات أهل البيت. ولا سمعنا يوم من الأيام إمام من أئمتنا يقول فلانة زنت ولا فلانة سوت فاحشة. صرنع لا يقول بذلك محصل. لو تعرضها حتى على الجوانب الأخلاقية، إحنا مأمورين بهذا؟ أو أنه يترك أحدكم التقية في الكوفة فيقتل به من في الحجاز؟ أقعد أنا بلندن حاط رجل على رجل، فاتح لي قناة وأسبه بهذا وأشتم هذا. زين، وفلانة زنت وفلانة سوت، مو أنا أروح أمر على القصيم، مو أنا أمر على نقاط التفتيش، مو أنا أروح وأجي، النتيجة أنا اللي تأذى وأنت قاعد مصان محفوظ هناك. هذه لغة أهل البيت هالشكل؟ هذا منهج أهل البيت؟ أعطني رواية واحدة تقول أن علي بن أبي طالب يوم من الأيام قال في عرض رسول الله أو في
نعم في الآخرين كلمة يختلف معهم نعم ينظر للإسلام من خلال ما يراه نعم لكن ما يخدش نعم أو يتكلم بكلام سليط يهين أحد. الإمام الصادق يأتي إلى مالك، مالك بن أنس هو نفسه يروي هالرواية، يقول ما دخل علي ما دخلت على جعفر بن محمد إلا وقدم إلي الوسادة المخدة مسند يعني، وقال يا مالك إني والله لأحبك. هذا ما يعلنه أهل البيت، تعايش مع الآخرين محبة، وهذا اللي بدت آثاره موجودة اليوم. العالم كله يشحد ببا شبا عضبه حربا على أهل البيت وحربا على شيعتنا. مش مسوي نحن أبدا، كل ما زادوا علينا ظلما وقهرا ومطاردة ومفخخات وأحزمة ناسفة قلت أنا لا أقول أنت أخي بل أقول أنت نفسي. خلى بعدين يطلع علينا واحد، وبالفعل العالم يشاهد ويرى الحقائق، مهما عتم مهما غيبت الحقائق مهما اشتغلت ماكينة الإعلام من أجل تشويه مذهب أهل البيت، يطلع لك صحفي في عكاظ أو في الرياض أو في غيرها يقول يجب على علماء المملكة وعلماء الأزهر أن يذهبوا إلى النجف الأشرف ويشكروا السيد السيستاني لأنه حقن دماء السنة في العراق قبل دماء الشيعة. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، لما تكون حضاري في كلامك، حضاري في أخلاقياتك، حضاري في تعاطيك مع الأحداث المختلفة، تقدم صورة نعم ناصعة ومشرفة. كونوا زينا لنا ولا تكونوا علينا شينا، واحفظوا ألسنتكم ولفوها عن الفضول وقبيح القول، حتى يقال هكذا ربى جعفر شيعته. أنا وإن أطلت عليك لكن شاهد أخير وننتهي. يوم من الأيام إجت واحدة من مضيفات مسيحية تشتغل تبع شركة طيران، جت على جمعية من الجمعيات هنا عندنا في البلد، قالت أني أريد أعرف فقط الفارق بين الشيعة وبين غيرها. وش دخلك في الموضوع؟ أنت مضيفة بالنتيجة ومسيحية. قالت مو في بعض المواسم السياحية وكذا تزيد أسفار الناس، فنجي على بعض البلدان طبيعة الركاب يختلفون عن المسلمين الآخرين. شوية الطائرة بتطير، قال أفلح من صلى على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. خفي راح حلقات أخرى هم مسلمين موجودين بس ما يسوون هالحركة هذه. زين تجي أنت كمضيفة تريد تقدم له وجبة، يقول هذا مذبوح في وين، مطبوخ في وين، وعشرين ألف سؤال يلا ياكل، مع أن آخرين يأكلون بدون سؤال. شو الموضوع يعني ذولا مسلمين ذولا مسلمين؟ فأردت أن أعرف الفارق، فقالوا لي هذولا شيعة، والشيعة ارتباطهم بالنبي صلى الله عليه وآله ومن ثم بأهل بيته. فقلت في نفسي هذا هو الوضع الطبيعي، يعني أنا إذا أحبيت إنسان أحب أهل بيته، أحب أهله، أحب أسرته، ما أحب الأباعد وبعدين أنسى الأقارب. أولاً إنما يحفظ المرء في أهله. زين البقية من المسلمين يحترمون النبي ويحبون أهل البيت، لكن تقديسهم إلى أصحاب النبي أكثر من تقديسهم وحبهم لأهل البيت. فقلت هذا مو صحيح. بعد الشيء الثالث، أن الإنسان الذي يشعر أنه مسؤول أمام لقمة يريد أن يضعها في جوفه ويسأل ألف سؤال يا الله يطمئن ياكل، هذه صغريات، هاي أمور من الصغريات. يعني أترى أنه إذا مر بكبريات قضايا كبيرة في الحياة ما يسأل ما يتفحص؟ فهذا يشعرك بأنه يشعر بالمسؤولية تجاه الصغيرة والكبيرة في حياته، وهذا إنسان يكون موضوع احترام.
بسبب هذا المشهد الفطري العفوي، هذه أسلمت للمرأة واقتنعت بالتشيع وصارت من أتباع أهل البيت. في الطائرة احنا لا وزعنا كتب ولا سوينا ورشة عمل ولا واحد قام يلقي محاضرة ولا غيره، فقط كن ملتزما بمذهبك بدينك. هالاستقامة نفسها تسويك داعي، كونوا دعاة لنا بغير أسئلة. وأهل البيت ما يريدون من عندنا أكثر، أهل البيت لا يريدوننا أكثر من أن نكون حضاريين في أعمالنا. لا يعني واقعا اليوم الآخر ممكن أن يذهب ضحية فتوى، يروح حزام ناس في سيارة مفخخة يتقرب إلى الله بقتل الأبرياء ويطلع يكبر لأنه قتل أسرة من بينها أطفال ونساء ويتبجح. بينما أنت لا، على الرغم مما صادمك من المواجهات تقول لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله. عجيب، هذه أخلاقيات القرآن وأخلاقيات أهل البيت. والإمام الصادق ما يريد من عندنا أكثر من هذا الالتزام وهذه الاستقامة. وبعدها سنكون بالفعل تجعفرت بسم الله والله أكبر. يجيك واحد يقول تسننت بسم الله والله أكبر، قل له روح الله يكلم الله يوفقك. زين، للأسف يعني لما تقرأ بعض الروايات تخوف، خوف يخرج من هذا الأمر من كان فيه ويدخل فيه من لم يكن فيه. ممكن أن تبتلى الأمة أو نبتلى بهذا البلاء. الروايات تتحدث عن الإمام الحجة وأنه إذا خرج إليه أناس من ظهر الكوفة وقالوا له ارجع فلا حاجة لنا فيك. مو القصيم، ظهر الكوفة يعني النجف، ومع ذلك يقولون الإمام المهدي روح ارجع. هذا بلاء. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دين محمد وآل محمد. نسأل الله أن يجعل خير أعمالنا خواتيمها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. واقعا يحتاج الإنسان أن يؤكد على هذا المعنى بشكل مستمر. إمامنا الصادق، أطلت عليك، إمامنا الصادق لم يستهدف لأنه يريد من السلطة شيء، صدقوني. الإمام الصادق مارس التقية لسنوات، بل كان له مواقف غير موافقة لبعض الثوار حتى العلويين الذين ظهروا في تلك الفترة، ومع ذلك المنصور بكل نعم صلافة يقول قتلني الله إن لم أقتل جعفرا، سقى الله الأرض من دمي إن لم أسق الأرض من دم جعفر. أنا لا أعرف يعني رأس النظام ورقم واحد في السلطة، المفترض تكون عند لهجة شوية مقبولة، مدارات عند مثلا لياقة في الكلام، حتى لو طائفة ما يحبها، مجموعة ما يحبهم، ناس عندهم توجه خلاف توجه ماله ما يشتهيهم، بس بالنتيجة في العلن كلامه يكون موزون يعني. أما أنت رأس السلطة وتتهدد بالناس، وبمن له أتباع ومريدين وشيعة ومحبين. قتلني الله إن لم أقتل جعفرا، سقى الله الأرض من دمي إن لم أسق الأرض من دم جعفر. إلى هالدرجة وبالفم المليان. بعض الروايات تقول بالفعل حاول أن يجهز على الإمام وهو في مجلسه، إلا أن الله كشف له عن ملائكة غلاظ يحمون الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذن نحن أمام إمام مبتلى. أخي المؤمن، إذا كان اليوم يقتحم عليك بيتك فقيس نفسك بالإمام الصادق وقول من أنا؟ إذا عشت حالة من حالات الخوف والرعب، نعم وأحرقت دارك أو أحرق لك شيء من صالحك، اعلم أن الإمام الصادق أمهم أيضا مر بهذه التجربة. يأمر جلاوزته المنصور بأن يذهبوا إلى دار الإمام بالليل وفي الوقت المتأخر، مو عند نساء هذا،
مو عنده أطفال، الطفل نايم وشاعر بالأمان في وجود أبيه، المرأة بعد ما ماخذ حجابها، نعم الكافي لأنها في بيتها في وضعها الخاص، ما نلزمها تلزم حجاب وتحافظ على نعم وضعها، لأنه في وقت غير متوقع طرق الباب، لا دخل هؤلاء الجلاوزة من سور دار الإمام. وش المهمة؟ تفتيش، يمكن عنده سلاح، وتم تفتيش دار الإمام. بعد لما لم يجدوا شيئا فيها أضرموا دهليز داره بالنار. شو يسوي الإمام أمام هالوضع؟ خوف ورعب، وأطفال عنده يتلددون من حجرة إلى حجرة، المرأة تريد تحمي طفلها، الطفل ما داري لربما نايم والنار تصل إليه. قام الإمام الصادق وهو صار يطفئ النار ويحمي الأطفال والنساء من وصولها إليه. بعد في صبيحة ذاك اليوم إجوه الناس هم يطمئنون على وضعه، وإذا بالإمام جالسا واضعا رأسه بين ركبتيه يبكي. سيدي على مما بكاؤك؟ أتبكي على ما حدث عليك البارحة؟ قال نعم، لما رأيت النار في الدهليز. الدهليز هو الممر الجامع للحجرات، يعني تصور في الوسط نار وحجرات الأبواب مفتوحة والنار تكاد أن تصل إلى داخل الغرف وفيها أطفال ونساء. نعم، يقول لما نظرت إلى النار وقد بلغت إلى الدهليز، نظرت إلى عياني وهم يهن يتلددون من مكان إلى مكان، خوف ورعب وبكاء. يقول تذكرت عيالات جدي الحسين في يوم عاشورا وقد أضرمت الخيام نارا، والمنادي ينادي أحرقوا بيوت الظالمين. يعني يقول جراحاتنا إحنا، نعم جراحات مؤلمة، نعم لوعاتنا لوعات مستمرة، لكن إذا قيست بما حدث في يوم عاشوراء نتسلى بها، تهون علينا المصائب. كأني بك سيدي تنظر إلى تلك النار والنساء يتلددن من مكان إلى مكان. يعني تذكرت عمتك الحوراء وهي واقفة على باب الخيمة والنار تشتعل في أطراف ثيابها. حميد بن مسلم يقول ناديتها النار فما أجابتني، ناديتها أخرى النار فما أجابتني. مذهولة مذهولة، عين على ذاك العليل المسجى داخل الخيمة، وعين على الأطفال الذين هاموا في هذا البر، وعين على تلك الأجساد المضرجة على بوغاء كربلاء. في الثالثة ناديتها فقالت يا هذا وإلى أين أمضي ولنا في هذه الخيمة عليل مريض؟ اقلها خلي الخيمة، اخذتها النار يا عزيزة علي، عينك الله على النوايب راح عزك لولي، كل صناديدك على التربان ما عندك ولي، وبالهنادي جثة حسين الشهيد مرضضة. نهشت وظلت تنادي والدمع منها يسيل، وين يا ظالم أوحو عندي بالخيمة عليل؟ حجة الله شلون عوفة من المرض جسمه نحيل؟ هل فلا غصب علي يتام خيم طشرا؟ هل فلا غصب علي يتام خيم شتتايا؟ ما اقدر اترك هالولد ما دام هذه حالته، حسين وصاني بعليله واليتامى ونسوته، تحيرت مدري ايش اسوي بالذي علي جرى، مدري اطلع للحريم الضايعه واترك علي، لو اظل وياه واترك هالحراير تنولي، لو اروح المعركه وانخض ضياغم من هلي.
لكن شلون انتخي بجساد صرع على الثرى. اي والله الحمل ما اقدر اشيله وين طاعون الحروب جابني بعزه وجلاله وعافني بولية غروب. ما يشوف ايتام اخوه اشحل عليها من الضروب. بالشريعة توسد ذراعه وتركني محير لكن عباس ما انا من المدينة بذمتك جيت لاجلك ولاجل حسين عفت الوطن والبيت واشوف جيت الكربلاء يا ومني تبريت بعت السهم مني وبليتوني بهالعيا. بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا نذر علي لئن عادوا. إلهي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بجاه جعفر بن محمد فرج عنا يا إلهي فرجا عاجلا. اللهم شافي جميع المرضى، اللهم فك قيد الأسرى والمعتقلين، اللهم واحفظ شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، وأعدنا على هذه الليالي والأيام في خير وعافية. جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا. المؤسسون تقبل اللهم عملهم، ضاعف لهم أجرهم، بارك في أرزاقهم، إلى أرواح موتاهم وموتى جميع المؤمنين والمؤمنات، وإلى روح المرحوم عبد الله فضل محمد وأم جواد عبد الله فضل نهدي لهما ثواب الفاتحة تسبقها صلوات.